فيديو النهاردة هو أول فيديو في سلسلة الام سي كيو فيسيولوجي اللي أنا قلت لكم عليها. هنبدأ النهاردة بالام سي كيو انترودكشن. النهاردة أنا هعرض لكم أسئلة مختلفة كام سي كيو على مقدمة الفيسيولوجي، وكل جملة هنحاول نفهم الإجابة الصح والإجابة الخطأ، ليه إحنا ما اخترناهاش. النهاردة الفيديو يشمل على مسائل، على أسئلة مباشرة، أسئلة غير مباشرة محتاجة لتفكير. كل نوعيات الأسئلة إن شاء الله هتلاقيها لما البرانش بإذن الله. هنبدأ أول جملة عندنا: extracellular fluid and intracellular fluid are similar in، يتشابه في تركيز البوتاسيوم ايون. هقول غلط لان البوتاسيوم عالي intracellular. طيب osmolality صح، في osmotic equilibrium، المية تقدر تدخل من جوه السل لبره او العكس، ونفس الكلام الصوديوم، فتركيز الملح والمية متساوي، فبنقول هو ده الإجابة الصح B. طيب C غلط ليه؟ تركيز الصوديوم آيون أعلى extracellular fluid 140 ملي equivalent per liter. طب الـ pH، الـ pH of blood أو معامل الحموضة جوه السل بيكون more acidic، في ميتابوليزم اكتر، فال pH slightly acidic intracellular عن extracellular، وبالتالي لا يتشابه. والسؤال عايز similar in، تبقى B الإجابة الصح. السؤال التاني: criteria of substance used as dilution indicator. احنا عايزين المادة اللي هستخدمها في قياس البادي فلويدز، ايه الشرط الاساسي؟ has effect على توزيع المية؟ طبعا لا. ايه غلط؟ ينتشر في كل البادي فلويد كومبارتمنت؟ مش شرط، ما هو لو انتشر في كله هيقيس total body water. لا، انا عايز كريتيريا او خاصية مميزة لكل المواد المستخدمة في قياس extracellular fluid، بلازما، total body water. C excreted rapidly in urine. طبعا لا، دي برضو إجابة خطأ. طيب نبص على رابع اختيار، أقدر أقيسها بسهولة، هي دي الإجابة الصح عندنا. خلي بالك شروط المادة المستخدمة إن الجسم ما يكسرهاش، يعني زي ما هتدخل في البلازما هتنزل في اليورين، لازم تبقى inactive. عشان كده إيه غلط؟ chemically active لا، ما ينفعش. زي مادة الانيولين، أنا ما بكسرهاش، ما عنديش انزيم اسمه انيولينيز مثلا، لا ده ما ينفعش. عشان كده الإجابة الصح هي دي، هي دي الإجابة الصح بالنسبة لي. نيجي للسؤال الثالث، وده مسألة عندنا: 1 ملي of solution containing 10 ملي جرام per ملي of dye. نقف شوي، 1 ملي ده معناه volume، طب 10 ملي جرام per ملي ده الconcentration أو التركيز. أنا اديتك حجم وتركيز، يبقى أنا طالب منك amount، الamount volume times concentration. طيب يبقى أنا عرفت كمية الصبغة هضرب واحد في عشرة، كمية الصبغة اللي توزعت في chamber B، أوضة B أو compartment جزء معين، الفاينل concentration في اللي chamber ده كان 1 من 100، عايز الفوليوم of chamber B كام، يعني حجم الفلويد اللي الصبغة هتبقى فيه. هتقولي طب ما هو ده الحجم اهو، لا
انا بتكلم على سوليوشن معين هحطه في مكان تاني، فجبت كميته كام؟ تمام. طب هو طالب مني الفوليوم، تعال نشوف الإجابة هنعمل فيها إيه بمنتهى البساطة. أهي الفوليوم يساوي داي ماس الأماونت على التركيز. طب الأماونت أنا جبته واحد تايمز عشرة، والتركيز هو في تشيمبر بي واحد من مية، لما نيجي نحسبها يطلع ألف ملي أو لتر. خلي بالك ان النهارده الانترودكشن مليان مسائل، دي ممكن تيجي لك مساله في شكل ام سي كيو يجيب لك الهيدنج ده ويدي لك اربع او خمس اختيارات. طيب نيجي للمساله الرابعه، 100 ملي جرام اوف اداي اتحقن في كومبارتمنت ايه؟ الكونسنتريشن بتاع الداي بعد الميكسنج طلع واحد من مية ملي جرام بير ملي، مديني التركيز. طيب ومديني الاماونت اللي بدات بيه 100 ملي جرام، رجع بعد كده قال لي معلومه مهمه قوي، قال لك اذا 10 ملي جرام هاز بين ميتابولايزد، يعني في 10 ملي جرام اتكسروا، يعني مش كل المية استفدت بيهم، في جزء لوست منك. يا ترى اقول الاماونت ما زال 100؟ تقول لي لا، 100 ماينس 10، وده مهم قوي، الفرق 90، ده كأماونت. طب وانا عندي الكونسنتريشن يبقى اقدر اجيب اهو ادي الفوليوم، داي ماس ماينس ميتابولايزد، يعني 100 ناقص العشرة اهي على كونسنتريشن عندك اهو واحد من 100، 9000 ملي او تقريبا 9 لتر. السؤال الخامس بيقول انا عايز التيشو اللي في جسمنا اللي يحتوي على اقل نسبة من المية. لما تكون مذاكر نظري في الحتة دي تقول لي طبعا اكتر حاجة بتكره المية الدهون، بدليل الفيميلز عندهم التوتال بادي ووتر اقل من الرجالة، عندهم دهون اعلى، والدهون تتميز انها كارهة للميه، هيدروفوبيك. يبقى انا هختار اديبوز تيشو او الفات. في النظري قلت ان انا لو جسمي صافي من الدهون تماما، فات فري او بادي لين ماس الصافي بالنسبه لي من غير دهون، هتعلى نسبه الميه في جسمي. الطبيعي نسبه الميه تمثل 60% من وزنك. طيب ده لو شلنا الدهون تبقى 73% من وزنك، يبقى الإجابة الصح هي E adipose tissue. السؤال السادس concerning total body water all of the following are true except، أنا عاوز الإجابة الغلط. It is a smaller proportion of body weight in men than in women. يعني ينفع نقول الكلام ده؟ ان نسبة التوتال بادي ووتر في الرجالة اقل من السيدات؟ تقول لي ده غلط. طب يمثل من 50% النص الى تلتين؟ من 50 الى 66%، يبقى دي صح. يتقاس باي دايليوشن تكنيك. ايوه دايليوشن يعني ايه؟ يعني الماده اللي انت هتديها لي لازم تتخفف في الكومبارتمنت او الفلويد اللي هي هتستقر فيه باستخدام ديوتيريوم اوكسايد. في النظري قلنا ان التوتال بادي ووتر يتقاس بديوتيريوم او تريتيوم اوكسايد الماء الثقيل، صح؟ It forms a smaller percentage of body weight in fat person than in lean، صح. كل ما تبقى تخين قوي دهون اعلى نسبة المية في جسمك بتقل. هو عايز accept، هختار ايه لانها الاجابة الخطأ. السؤال السابع بيقول لي which of the following individuals، مين من دول
عنده أقل نسبة من البادي ووتر. هل يا ترى بيبي فول اند راوندد، بيبي فات شوية، ولا فيميل بنت في الكلية، ولا واحد في الكلية ولد بس ماسكولر يعني بكمال أجسام شوية؟ وجاب لك دي وإي إلدرلي وومن، ست عجوزة ومليانة، ولا راجل عجوز ورفيع؟ تختار مين؟ هتقول لي طبعا دي، ده فيميل عندها الفات أساسا أعلى، ده المعروف، بالإضافة إنها أوبيز، يبقى الإجابة الصح أكيد هتبقى دي. خلي بالك كل دي أسئلة مهمة جدا. السؤال الثامن، ديوتيريوم أوكسايد بيقيس إيه؟ هتقول لي حضرتك لسه قايلها توتال بادي ووتر. طيب بما إن إحنا ذكرنا هذا السؤال عايزين نستفيد بيه، مين اللي هيقيس اكسترا سيلولار فلويد فوليوم؟ قبل ما اقول لك مين، في شرط اساسي عشان اقيس توتال بودي ووتر، الماده دي تعدي من الكابيلاري بورز وتدخل التيشو وتدخل جوه السل، تعدي كل الحواجز. عايز اقيس اكسترا سيلولار فلويد، تعدي من الكابيلاري بورز ولا تدخل جوه السيلز، تبقى من بره اكسترا سيلولر، ده اساسي. اللي بيقيس الاكسترا سيلولر الانيولين، السكروز، المانيتول، دي امثله. اللي يقيس البلازما كان حاجتين، راديو اكتيف ليبلد البيومين وايفانز بلو. يعني ايه اقيس بلازما؟ يعني ما قدرتش اعدي من الكابيلاري بورز، الكابيلاري جواها بلازما، طالما استقريت في فلويد معين في كومبارتمنت معين انت هتقيس حجمه، لان احنا عارفين الكمية اللي حقنا بيها والكونسنتريشن. خلي بالك ان الانترستيشيال فلويد ده بيتقاس اندايركت هو والانترا سيلولر. يعني ايه؟ انا حسبت التوتال بادي ووتر، حسبت اكسترا سيلولار فلويد، الفرق ما بينهم يديني انترا سيلولار. طيب حسبت الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم يساوي بلازما زائد انترستيشن، حسبت الفوليوم اوف بلازما، فوليوم اوف اكسترا سيلولار، اجيب الفرق. السؤال التاسع، if a substance is charged تمام وreadily soluble in water، بيدوب في الميه وبيعدي بسهولة across the capillary membrane، يا ترى يستخدم في قياس ايه؟ بيعدي من الكابيلاري membrane. طالما بيعدي يبقى معنى كده ان هو بيقيس extra cellular fluid volume. هتقولي طب ليه مش بلازما؟ اللي بيقيس البلازما does not pass through the capillary pores، يبقى إذن الإجابة الصح إيه؟ إكسترا سيلولر. طب ليه يا دكتور ما اخترتش توتال بادي ووتر إيه؟ لأنه ما قاليش إن هو بينيتريتس السل، ما هو لو قال لي كمان إن هو باس روزا سل ده بيعدي في كل الحواجز، يبقى بيقيس التوتال بادي ووتر. السؤال العاشر، إكسترا سيلولر فلويد يتميز بإيه من دول؟ represented mainly by بلازما، اهي دي غلط، لانه البلازما بتمثل من 3 ل 3.5 لتر من الاكسترا سيلولر، العشرة ونص لتر الباقيين يمثلوا interstitial fluid، يبقى انت مش mainly. طيب يمثل اعلى نسبة من التوتال بادي ووتر؟ لا، ده هو التلت الاكسترا سيلولر، التلتين انترا سيلولر، يبقى دي لا. سي اكاونت فور تلتين بادي فلويدز، غلط، بي وسي زي بعض وغلط. طيب اكاونت فور 33% اوف البادي ويت، هي دي تعتبر صح ولا لا؟ يمثل تلت وزنك.
بص بقى الكلام ده اللي هتتلخبط بينه وبين ايه. طب هو 14 لتر لو واحد عنده 70 كيلو جرام. اقول لك خلي بالك بقى ليه انا دي هقولها غلط، لسبب بسيط. انا كاكسترا سيلولر امثل التلت من التوتال بادي ووتر. طب التوتال بادي ووتر شخصيا قد ايه؟ تلتين، يعتبر 60% تلتين الوزن. انا تلت التلتين، يبقى ما ينفعش تقولي ان انا تلت عامه، ما ينفعش. طيب 14 لتر دي الاجابه الصح ليه؟ لو انت وزنك 70 كيلو جرام اضرب 70 في 60 من 100 يعني 42 لتر ميه في جسمك، التوتال بادي ووتر. ال 42 لتر دول تلتهم اكسترا سيلولر. طيب يبقى تلت ال 42 يساوي 14 لتر، تبقى دي الاجابه الصح عندنا. شفت بقى نقط اساسيه. نيجي بقى بعد كده للسؤال المهم، بس قبل ما اجي للسؤال المهم انا عايز افكرك ان اي كومبارتمنت داخل لها ضاي وفي ضاي لوست منها، ودي قلناها في المسائل، يبقى الكميه هو اللي داخل ماينس الاكسكريتد على الكونسنتريشن يديني الفوليوم. طيب اللي انا قلته دلوقتي وفكرتك بيه هرجع اديلك مساله تانية. 100 مللي جرام سكروز حقنتهم في راجل 70 كيلو جرام، البلازما سكروز بعد الميكسينج كتركيز 1 من 100 مللي جرام بير مللي. قال لي ايه؟ اذا 5 مللي جرام ميتابولايز. ميتابولايز يعني تكسره، يعني انت هتفقده، يبقى الاماونت 100 ناقص 5 اللي هي 95. طيب وانا عندي الكونسنتريشن 1 من 100، عايز مني الفوليوم، يبقى انت هتقول 95 على 1 من 100 يساوي 9 لتر ونص، اهي 9500 مللي. طيب نيجي للسؤال ال 12. ايفانز بلو بيقيس ايه؟ هتقول لي انت لسه قايلها بيقيس بلازما. طيب اكسترا سيلولار فلويد يتقاس بكل دول ما عدا مين؟ بص بقى خلي بالك انت هنا السكروز صح، انيولين صح، مانيتول صح، ما عدا ايفانز بلو. طب ليه؟ الايفانز يقيس فقط بلازما، يعني هو ما بيعديش من الكابيلاري بورز، فما تقدرش تقول بيقيس كل الاكسترا سيلولر. سؤال تاني على الاكسترا سيلولر، بس انا مركز على حاجه مختلفه. All of the following are true except، يمثل تلت التوتال بادي ووتر. هتقول لي صح، its principal anions are chloride and bicarbonate. يعني anions يعني negative ion attracted للقطب الموجب للبطارية، دي صح. بص بقى سي، has more potassium and protein than intracellular. لا، البوتاسيوم intracellular تركيزه اعلى بدليل الارقام. بوتاسيوم اللي جوه السل 140 ملي اكويفالنت بير لتر، والبوتاسيوم اللي موجود extracellular تقريبا كافريج 4 ملي اكويفالنت بير لتر. يعني تركيز البوتاسيوم اللي جوه السل 35 ضعف تركيزه extracellular، يتقاس بالانيولين. اه يبقى اكسبت سي. سؤال رقم 15 برضو مسألة صغيرة. أضلت ميل وزنه 60 كيلو جرام، عايز منك تحسب لي اكسترا سيلولار فلويد قد ايه؟ تقول لي عادي، الاول انا عايز اعرف التوتال بادي ووتر، يبقى 60 هضربها في 60 على 100 اهي تطلع 36 لتر، ده التوتال بادي ووتر.
طب الاكسترا سيلولار فلويد كام؟ تلت التوتال بادي ووتر اللي انا طلعته 36 في تلت 12 لتر. سؤال ال 16، which of the following يميز الانتراسيلولار فلويد؟ It is the sum of the fluid within all cells. تقول لي يا دكتور السؤال ده سهل قوي، انترا يعني جوه السيل، دي صح. انا عايز حاطط السؤال ده عشان اوري لك بقيه الاختيارات. يتكون من عدد من السمول سبيشاليزد فلويد فوليومز. لا، الاكسترا سيلولار فلويد كان فيها فوليوم صغير اسمه ترانس سيلولار اللي موجود في اليومن، ده لا يعتبر انترا سيلولار. لا. طيب plays a crucial role in fluid balance. الانترا سيلولار مش هو اللي بيتحكم في الفلويد بالانس والتوازن، اللي يتحكم ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد. دايما لما اجي اقول لك فقط بلازما، طب ما البلازما ده خارج الخلايا، هيموريدج، اتحرقت، فقدت بلازما برضو. دايما كلامنا على ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد هوميوستيزس، ده الاساس بالنسبه لي. طيب الانترا سيلولار هل يشمل الليمف والترانس سيلولار؟ تقول لي لا، الليمف ده هو الانترستيشيال فلويد، هو الفلويد اللي ما بين التيشو سبيسز، ده يعتبر خارجي وليس داخلي. lies in the spaces between cells، الفراغات اللي بين الخلايا تمثل interstitial. فالإجابة الصح إيه؟ طبعا. نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده 17، سؤال برقم موجه. intracellular fluid يمثل قد إيه من التوتال بادي ووتر؟ عايزك تبقى عارف معايا ان الاسئله قد تيجي في صوره مساله او تيجي في صوره رقم صريح. احنا بنفضل نجيب مساله ليه؟ نضرب عصفورين بحجر واحد، منها هتحط القانون وتطبقه. طب هنا الانتراسيلولار كام؟ هتقول لي اكيد التلتين. طبعا التلتين دي الاجابه الصح. طيب نيجي بعد كده للسؤال ال 18، مسألة عن الهول بلاد فوليوم. احنا ادينا مسائل عن الاماونت فوليوم وكونسنتريشن، مسائل عن التوتال بادي ووتر، ازاي احسب اكسترا سيلولار، الحاجات دي. طيب بلازما فوليوم 3 لتر، هيماتوكريت فاليو 40%. عايزك تفتكر معايا الهيماتوكريت هو نسبة الريد سيل فوليوم الى الهول بلاد فوليوم. طيب هو مديك نسبة كرات الدم الحمراء ومديلك حجم البلازما. طيب الاسهل ان انا اخلي فيه انون واحد مش اتنين، مش انت مديني حجم البلازما يبقى لازم اعرف نسبة البلازما كام في الدم عشان يبقى الامور ماشية مع بعض. اتنين بلازما. طيب اعمل ايه؟ 100 ناقص 40، ما هو الباقي بلازما، يبقى 60% من البلازما، تمام؟ او البلازما تمثل 60% وحجمها 3 لتر. طب انت عايز الدم كله، بص معايا عملتها لك بطريقة المقص سيزر ايام زمان لما كنا طلبة. ده البلازما فوليوم 3 لتر يمثل 60%. طب الهول بلاد فوليوم كام لتر وهو اصلا 100%؟ ما هو الدم كله، تضرب 3 في 100 على 60، 3 في 100 على 60 يعني 5 لتر. القانون اللي مكتوب في الكتب عندكم قال لك عايز الهول بلاد فوليوم، يبقى دي بلازما فوليوم تايمز 100. طب على 60، 60 دي تمثل ايه؟ تمثل 100 ناقص هيماتوكريت فاليو، لان انت ممكن تجيب الهول بلاد فوليوم عن طريق البلازما فوليوم او ريد بلاد سيل فوليوم. طب نفترض في المساله اللي فاتت
اداني الريد بلاد سيل فوليوم واداني هيماتوكريت خلاص، وطالب مني الهول بلاد، هقول له ايه؟ هقول له الريد سيل فوليوم تايمز 100 على هيماتوكريت. طيب يبقى احنا كده فهمنا الكلام. سؤال ال 19 مساله برضو، في ميل بيشنت 80 كيلو جرام، عايز اعرف حجم الدم عندها كبلاد فوليوم يساوي كام؟ في رقم موجود في الكتاب طلبة كتيرة ما بتاخدش بالها منه، ان البلاد فوليوم يمثل 8% من وزنك، يعني هي وزنها 80 كيلو جرام، اضرب 80 في 8 على 100 تبقى 6.4 لتر. السؤال العشرين، انا عايزك تركز على اهم كاتايون انترا سيلولر. عايز اتفق معاك على حاجة، كاتايون معناها هو بوزيتيف ايون اتراكتد للكاسود، للقطب السالب من البطارية. اهم ايون موجب جوه السل بوتاسيوم، طبعا ده مهم. طب نفترض ان انا عايز احط سؤال غير ده، زمين كاتايون اكسترا سيلولر، تقول لي مين؟ صوديوم. طب ليه يا دكتور ما اخترتش الباقي في السؤال ده؟ اولا الصوديوم اهم كاتايون اكسترا وهو عايز انترا، يبقى ايه غلط؟ بوتاسيوم صح. طب كلورايد وباي كربونيت دول اساسا انايونز، ودول اكسترا سيلولر، دول حاجة تانية خالص. 21 concentration of sodium extra cellular fluid. اتسألت مرة، يا دكتور هو نحفظ انهي ارقام؟ قلت له صوديوم وبوتاسيوم، تركيزه جوه السل وبره السل، لان في طلبة عندهم جدول في تركيز الايونات جوه وبره، ارقام كتير قوي. لا، كطالب في انترودكشن صوديوم بلس بوتاسيوم. طبعا الاربعة ملي اكويفالنت ده البوتاسيوم، والمية وتلاتة ده كلورايد 104 الى 110، والتمانية وعشرين ده تركيز الباي كربونيت. طيب سؤال 22، what is the primary regulatory mechanism to maintain water balance in the body؟ قبل ما جاوب على هذا السؤال عايز افكرك بالنظري، الووتر بالانس كان الووتر جين والووتر لوس، التوازن. انا عايز الووتر جين يساوي اللوس، زيادة المية قد فقدانها فالمية تبقى ثابتة. طالب مني في السؤال اهم او اول ريجيولاتوري ميكانيزم. اول ريجيولاتوري ده دور الكيدني، هتعرفوها معايا مع فيديوهات MCQ كيدني، عشان كده لما اقول برايمري تبقى الاجابة الصح اهي. كنترول اوف اوتبوت ثرو يورين برودكشن، شربت مية زيادة قوي لا، الكيدني تعمل لها اكسكريشن، ده الاساس. طب بقية الحاجات هي صح ولكن مش اول طريقة، اول ميكانيزم يبقى الإجابة الصح كده. أيوة أنا ممكن أنظم عن طريق العطش أو أفقد مية عن طريق العرق، ولكن مش برايمري. سؤال 23، sweating is initiated in response to rise in body temperature. الدنيا حر عرقنا، ده معروف. طالب منك إيه؟ evaporation of the sweat، العرق اللي اتبخر ده وبرد الجسم، ده اكزامبل اوف ايه؟ طالب هيسال السؤال ده فين؟ السؤال ده تبع هوميوستيزس، لما درجه حرارتي تعلى احنا بنحاول نقللها بالهيت لوس سنتر اللي موجود في الهايبوثالامس، في الانتيريور هايبوثالامس، يبقى ده نيجاتيف فيدباك. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ معناها ان الريسبونس عكس الاستيمولس، الاستجابة عكس الفعل،
هو ده التنظيم بتاعنا. فالإجابة الصح إيه؟ بوزيتيف فيدباك. غلط. كلمة بوزيتيف معناها الحرارة زادت وبتزيد كمان، ما بتقلش. ده غلط. طيب تالت اختيار، فيد فورورد ميكانيزم. فيد فورورد معناها مكان يشغل المكان اللي بعده، واللي بعده يشغل اللي بعده. كلام ده هنقوله مع سيريبلم في السنترال نيرفس سيستم. طبعا ده غلط خالص. بص اللي بعده، لوكال كنترول ميكانيزم. لا مش لوكال. طب ليه؟ لان انت لما الحراره بتعلى بيحس بيها بيريفرال سيرمو ريسبتورز في السكين. عندك مستقبلات للحراره في الجلد تبعت اشاره على طول للهايبوثالاموس. فكلمه لوكال معناها المكان اللي حس بالحراره هو اللي هيتصرف من نفسه. لا هتقولي طب ما الهايبوثالاموس اتصرف من نفسه. هايبوثالاموس ده سنتر، استقبل السيجنال الافرنت، نزل منه افرنت، ده ريفليكس هيحصل. طيب اوتو ريجوليشن. غلط. كلمه اوتو ريجوليت معناها ان انا بنظم كميه الفلو اللي ماشيه في اورجن. ظاهره الاوتو ريجوليشن دي هنيجي نقولها مع ثلاثة بس، مع البرين، مع الهارت، مع الكدني. فالإجابة الصح هو نيجاتيف فيدباك. السؤال ال 24، سؤال 24 ده مش ام سي كيو، سؤال ماتشنج، كأنك انت بتوصل. بيقول لك انا هديك ثلاث حاجات، بودي تمبريتشر وتمبريتشر سنسيتيف نيرفس سيل وهايبوثالاموس. المطلوب منك تقولي درجة الحرارة تمثل ايه من الاربع اختيارات دول. هتقولي controlled variable. كلمة variable معناها متغير. الحرارة متغير، قد تزيد او تقل. طيب temperature sensitive nerve cells، الخلايا الحساسة للحرارة. بص بقولك حساسة، sensitive تبقى اسمها ايه؟ سنسور. تمام. طب الهايبوثالاموس، تقول الهايبوثالاموس ده هو اللي استقبل الاشاره ان الحراره عليت عشان ينزل منه طبعا افرنت وينفذ ويقلل الحراره، يعتبر انتجريتور. كلمه انتجريتد تكاملي، انا بستقبل سيجنال واخرج سيجنال، هو استقبال وارسال. طيب نيجي بعد كده، ادي بادي تمبريتشر، سبت لك مربع فاضي، تقول لي كنترولد فاريبل، تمبريتشر سنسيتيف تقول لي سي سنسور، هايبوثالاموس تقول لي انتجريتور. طيب السؤال ال 25، هوميوستيزيس هاز ذا فولوينج ادفانتجز اكسبت. مزايا الهوميوستيزيس. هوميوستيزيس معناها مينتين انترنال انفايرومنت كونستانت، الحفاظ على البيئة الداخلية ثابتة. البيئة الداخلية المقصود بيها مين؟ اكسترا سيلولار فلويد، سواء بقى فوليوم، سواء جلوكوز، اوزمولاريتي، ضغط دم، حرارة، الحاجات دي. بروتكت اجينست اي تغير سريع. ده صح. يعني ايه external environment؟ الجو حرارة بتاعته عالية، طب ما هو ده مؤثر خارجي، انا لا لازم اتصرف بقى. طيب allow the organism more freedom to work. طبعا ما هو انا لو نظمت نسبة السكر في الدم او درجة حرارة الجسم هتقدر تشتغل. gives the body unlimited ability to resist change. هي دي الإجابة الغلط اللي أنا عاوزها، لأنه قال لي accept. كلمة unlimited معناها قدرتك على التنظيم غير محدودة. مين قال كده؟ ما ينفعش. يعني ضغط الدم لو علي بنحاول نقلله، negative feedback. طب لو علي قوي ومعرفناش، بقينا مرضى hypertension، أنا مريض بالضغط دلوقتي فأنا قدرتي محدودة. عشان كده
في كتب ومراجع الفسيولوجي قالوا ايه؟ It is not unlimited. شوف not un، نفي النفي، معناه ايه؟ انه limited، انك محدود، تنظيمك مش لمالة نهاية، يبقى هختار except C. دي صح. keep the high brain functions effective، بيخلي وظائف المخ فعالة إلى أقصى مدى. طيب 26، عايزك تختار مين من الفولوينج فاكتورز اللي مكتوبة not homeostatic maintained، مين من دول مقدرش أنظمه؟ بص، concentration of nutrient molecules لا أقدر أنظمه عن طريق الجي آي تي. طيب الكونسنتريشن اوف نيتروجين جاز ما اقدرش. النيتروجين انرت جاز، غاز خامل ما بيدخلش في بايو كيميكال رياكشنز، مش محتاجينه في ميتابوليزم، يبقى الاجابه الصح بي. السي لا اقدر اعمل له هوميوستاتيك مينتيننس، الاكسجين والكربون دايكسايد ريسبيراتوري. البي اتش اقدر انظمه عن طريق الاسيد بيز بالانس كدور الكيدني او الريسبيراتوري. درجة الحرارة تمبريتشر اقدر انظمها بالهايبوثالاموس، الهيت لوس والهيت جين سنتر. يبقى الاجابة الصح بي، وادي التفسير عندنا. طيب السؤال 27، سؤال مباشر وسهل. نيوترينس and oxygen distributed through the body mainly by any system، يعني انا عايز اوزع الاكسجين والنيوترين للجسم كله. طبعا سؤال سهل جدا، circulatory الهارت الاورطة، وبيوزع لكل البلد blood vessels والبادي tissues. سؤال 28، all about negative feedback are true except، انا برضو عاوز الاجابة الغلط. The response is antagonistic to stimulus، تقول لي الاستجابة عكس الاستيمولس. It opposes it changes and maintains stability. بص بي هي ايه؟ opposes يعني هي عكس الاستيمولس. اقول له طب maintain stability ليه صح؟ طبعا ضغط الدم زاد، الفيسلز حصل لها رابشر، لازم نقلل الضغط، ارجعك لاستقرارك مره تانية، جلوكوز قل نعليه وهكذا. بص بقى على سي، اكزامبل يوتيراين كونتراكشنز ديورينج تشايلد بيرث، اثناء الولاده اليوترس كونتراكت، فالهيد اوف ذا بيبي وهي بتنزل بتلمس السيرفكس عنق الرحم، فتبعت سيجنال للهايبوثالاموس. هايبوثالاموس ده هو اللي بيصنع هرمون اوكسيتوسين، الهرمون ده بيتخزن في البوستيريور بيتيوتري. طب الهرمون ده يعمل ايه؟ كونتراكشن لليوترس كمان. ست اثناء الولادة تاخد ساعات طويلة، يعني اليوترس كونتراكت كاستيمولس، والريسبونس بنزود الكونتراكشنز كمان وكمان، يبقى رد الفعل زي الاستيمولس، يبقى بالعكس ذا بوزيتيف فيد باك، يبقى دي اكسبت سي. 29، ويتش اوف ذيس كونديشنز بيعبر ان البوزيتيف فيد باك حصلت. كلمه بوزيتيف الاثنين في اتجاه واحد، ستيمولس و ريسبونس. A blood glucose level زاد كنتيجة الانسولين زاد. هتقول لي ده نيجاتيف فيدباك، ليه؟ لان لما الانسولين بيتفرز بيقلل السكر في الدم، بيدخله جوه السيلز، يبقى الريسبونس عكس البدايات. blood pressure قل كنتيجة الهارت ريت زاد، برضو العكس، ده نيجاتيف فيدباك. درجة الحرارة العالية الهوت تمبريتشر
لما زودت ورفعت حرارة الجسم أنا عرقت. طب ما هو الـ sweating ده heat loss، يبقى ده negative feedback. بص معايا على دي، صوديوم انفلكس، لما الصوديوم بيدخل اثناء الدي بولاريزيشن بيدخل من خلال فولتج جيتد صوديوم تشانلز، شويه صوديوم يدخلوا فتشانلز اكتر تفتح، ايه ده مور اند مور اوبن، يبقى ده بوزيتيف فيدباك. يبقى اذا الاجابه اللي انا عاوزها هي دي. طب ايه برضو غلط ليه؟ لما يحصل برد هتقل حرارة الجسم فالنتيجة ترتعش. الشيفرينج ده احد طرق الهيت جين. طب انا بعمل هيت جين، انا بكسب حرارة كريسبونس عكس الاستيمولس، يبقى ده نيجاتيف فيدباك. طيب سؤال التلاتين، ديفيوجن ريت. قبل ما جاوب هذا السؤال انا عايز افكرك بالفيكس لو. فيكس قال الديفيوجن ريت يتناسب دايركت مع اربع حاجات: كونسنتريشن جريدينت، سوليوبيليتي، تمبريتشر، سيرفيس اريا، ويتناسب عكسيا مع حاجتين: مع الموليكولر ويت السكوير روت بتاعه والسيكنس. شوف السؤال قال ايه، ديفيوجن يزيد امتى؟ لو size of the particle increases. اقول له لا، size زاد molecular weight زاد، الانتشار اصبح صعب. الconcentration gradient يقل، اقول له لا، مفروض فرق التركيز يزيد علشان الديفيوجن يزيد. C thickness of the membrane increases، اقول له برضو لا، لو زاد السيكنس هيقل الديفيوجن، علاقة عكسية. هختار الإجابة الصح دي، lipid solubility of the particle increases. والدليل على كده الكربون دايوكسيد soluble في المية قد الأكسجين 24 مرة، وبالتالي انتشاره بيكون أسرع. 31، all statements about simple diffusion are true except. simple diffusion معناه الانتشار من high الى low concentration، فرق التركيز، تمام، وبنسميها داون هيل، كأنك نازل من تل. طبعا ده passive سلبي، ما كسرناش ATP، مش محتاجين لكارير. طب هو عايز الإجابة الغلط except ايه؟ It needs a career. طبعا لا، لكن B صح بس مش مطلوبة، مش هختارها لأنه قال accept. C صح ودي صح، movement of oxygen. 32، one of the following is an example of facilitated diffusion. كلمة facilitated معناها تسهيل النقل. الفاسيليتيتد زي السيمبل في كل حاجة ما عدا needs a carrier. طب تعال نشوف بقى الاكزامبل، نقل الصوديوم across السيل ممبرين. across السيل ممبرين، تمام، يبقى بنتكلم على صوديوم بوتاسيوم بامب، ده لو على البيزو لاترال بوردر. طيب يبقى اذا ده ايه؟ تقول لي ده primary active. لا، ولو الصوديوم بنتكلم عليه نقله من اليومين الى السيل simple diffusion، برضو لا. pumping potassium into the cell، مين اللي بيدخل البوتاسيوم جوه السيل عكس فرق التركيز بتاعه؟ هو الصوديوم بوتاسيوم pump، انا بكسر ATP بنفسي، يبقى انا primary active، اعتمد على الطاقة دي بمجهودي، يبقى برضو لا. movement of oxygen with CO2 بيتحركوا بسيمبل ديفيوجن، بفرق الضغط، فرق التركيز، يبقى برضو لا. هختار دي، جلوكوز ترانسبورت ثرو بيزو لاترال بوردر. الجلوكوز عنده مشكلة انه ما يقدرش يعدي
في الليبيد باي لير لوحده محتاج لشيال. وفي حاجه تانية، الجلوكوز جوه السل تركيزه اعلى من البلازما، هتقول لي يبقى باسيف، بس كونه ما اقدرش اعدي نيدز ا كارير، يبقى فاسيليتيتد. وعايزك تخلي بالك من حاجه مهمه في الاختيار، الجلوكوز بيتنقل من السل للبلازما بالفاسيليتيتد، ولكن بيتنقل من اليومن الى السل باي سكندري اكتيف ترانسبورت. طيب 33، وان اوف ذا فولوينج موف باي برايمري اكتيف، الوحيد اللي يعتمد على نفسه هو صوديوم وكالسيوم. خلي بالك انواع البرايمري اكتيف مهمه، صوديوم بوتاسيوم بامب، كالسيوم اي تي بيز بامب. طب سؤال، ليه ما اخترتش الباقيين؟ لان الجلوكوز تابع للصوديوم، هو والامينو اسيد والباي كربونيت كلهم سكندري اكتيف تابع. طيب 34، which will occur as a result of inhibition of sodium potassium ATPase pump. تعال نفكر بعض، sodium potassium pump لما بتشتغل بيحصل ايه؟ تقول لي بيطلع 3 صوديوم ويدخل 2 بوتاسيوم. طيب 3 صوديوم اللي زادوا بره انا عايز ادخلهم جوه السل، في المقابل اخرج كالسيوم، يعني اشغل صوديوم كالسيوم اكسيتشينجر. الكلام ده اخدناه، هو طالب مني ايه في السؤال؟ انهيبيشن اوف ذا بامب، يعني قايل لك عكس اللي بيحصل في الطبيعي، البامب وقفت. تقول لي يبقى معنى كده، هنعكس كلامنا، الصوديوم التلاتة ان ايه ما خرجوش، وبالتالي مش هيدخلوا تاني لانه زيادة من بره لجوه، وبالتالي الكالسيوم مش هيخرج. يبقى الاجابة الصح سي، هيزيد الانتراسيلولار كالسيوم، انا مش هخرج كالسيوم. طب ايه فايدة الكلام ده؟ لو عندي هارت فيلير انا عايز احافظ على الكالسيوم جوه عضلة القلب، يحسن شوية من الكونتراكشن، وده فكرة العلاج بالقوابين او الديجيتاليس. طب الباقي ليه غلط؟ يقل الانتراسيلولار صوديوم؟ لا، هيزيد صوديوم ما طلعش. طب يزيد الانتراسيلولار بوتاسيوم؟ لا، البوتاسيوم ما دخلش، تبوظت البامب من البداية، فالبوتاسيوم العالي بره ما دخلش. طيب يزيد صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت؟ هنا تقول لي ايه؟ تقول لي برضو لا. ليه؟ انت وقفت البرايمري اكتيف ترانسبورت اللي على اساسه يعتمد عليه الجلوكوز، طالما البرايمري وقف يبقى السكندري مش هيشتغل، يبقى يقل نقل الصوديوم مع الجلوكوز من اليومن الى السيل. طب ايه؟ يزيد الصوديوم كالسيوم اكسيتشينجر؟ اقول له برضو غلط، لان الصوديوم كالسيوم اكسيتشينجر مبنية اساسا على الصوديوم بوتاسيوم بامب. سؤال 35، A new drug blocks hydrogen secretion in the lumen of gastric parietal cell. الهيدروجين بيتحرك من السل الى اليومن، تمام؟ بيتحرك من تركيز اقل الى تركيز اعلى، يعني primary active transport. ده تالت primary active، يعني صوديوم بوتاسيوم بامب الاولى، كالسيوم اتيبيس بامب في الساركوبلازميك ريتيكولوم الثانيه، الثالثه في الهيدروجين سيكريشن جوه اليومن بتاع البارايتال سيل. طيب طالما كده وانا دوا وقفت نقل الهيدروجين، يبقى انا وقفت انهي ترانسبورت؟ تقول لي برايمري اكتيف ترانسبورت. السؤال ده مبني اساسا
ان انت فاهم الهيدروجين سكريتد على اساس ايه. طبعا عمري ما هقول سيمبل او فاسيليتيتد لان دول من هاي تو لو كونسنتريشن. الهيدروجين هيتنقل العكس من تركيز اقل الى اعلى، يبقى ايه وبي غلط. طب كو ترانسبورت معناه مادتين يتنقلوا في اتجاه واحد، مادتين ايه؟ انا بقول لك هيدروجين طبعا. طب كاونتر ترانسبورت، كاونتر بمعنى مادتين كل مادة تتنقل في اتجاه مختلف عن الاخر، برضو لا. 36 energy provided from concentration gradient of another ion. يعني ايه؟ فاكر لما قلت لك الصوديوم اتنقل، اتنقل بمجهوده، كسرنا ATP وخرجنا زيادات الصوديوم من جوه لبره عكس الكونسنتريشن جريدينت. طيب نتيجه كده الصوديوم اللي جوه السل تركيزه هيقل. تقول لي طبعا ما انا خرجت زياداته للبلازما. طب قل تركيز الصوديوم جوه السل، طب الصوديوم اللي نازل في اليومن هتقول لي تركيزه اعلى من اللي في السل، فيتحرك الصوديوم من اليومن الى السل، وهو بيتحرك هياخد وراه جلوكوز امينو اسيدز. طب الحاجات دي بتتنقل مستفيده بالبرايمري اكتف ترانسبورت اولا، يبقى اذا انرجي بروفايدد يبقى سكندري اكتف. انا استفدت من ايون اخر، استفدت منك يا صوديوم ومن النقل بتاعك، فانا اتحركت معاك من اليومن الى السل. 37 which transport process is involved لو نقل الجلوكوز من اليومن الى السل وقفناه. احنا لسه قايلين من اليومن الى السل اللي هيقف هو secondary active transport. فطالب يقول لي يا دكتور بس الاختيارات الخمسة ما فيهاش secondary active لكن فيها كلمة co-transport. دي التكة اللي في السؤال، ساعات ما احطلكش الكلمة اللي انت متعود تشوفها، احطلك كلمة تانية بنفس المعنى. هنا بقى الطالب اللي من الاوائل المميز يبان، يقول لك secondary active جلوكوز زائد صوديوم موف ان ذا سيم دايركشن، يبقى هقول كو ترانسبورت. ده مهم جدا. طيب السؤال ال 38 لارج مولكيولز يتنقلوا ازاي؟ ممكن يتنقلوا بالفيجو سايتوزس. طبعا الخلايا ازاي بتاكل؟ بينو سايتوزس يعني سل درينكينج، اكسو سايتوزس معناه ان السل تعمل فيسيكل وتخرجها بره، اكسو سايتوزس، ولا اول اوف ذا اباف. طبعا لارج مولكيولز يتنقلوا بطرق مختلفه. 39 نمبر اوف اوزمول بير لتر، ده بقى ديفينيشن، النقطه اللي بتلخبط الطلبه، الفرق بين كلمه اوزمولاريتي واوزمولاليتي. وقلت لك ان ليتر فيها ار يبقى لا ريتي، لكن لو اوزمول بير كيلو جرام تبقى اوزمولاليتي. شوف الفرق في حرف ار وال. طب ايه التونيسيتي؟ هو السولت كونسنتريشن العادي في البلازما. تونيسيتي بمعنى تركيز الصوديوم كلورايد في البلازما 0.9 جرام برسنت. وقلنا لو تركيز الصوديوم في البلازما هو هو جوه السل، يبقى اذا الميه لا هتدخل ولا هتخرج من السل. لكن لو تركيز الملح عالي بره هيشد الميه من جوه السل، فالسل شرينك تكش. طب العكس لو تركيز الملح جوه السل اعلى من اللي بره فالميه تدخل جوه السل. دايما الميه تابع للسيد اللي هو الملح، فالسل تبقى سوولن تتنفخ وبعد كده تتكسر. طيب سؤال 40 ده سؤال جميل جدا،
assuming هنفترض عملنا complete dissociation للسوليوتس، عملنا تفكك كامل للملح ده، عايزك تختار مين من السوليوشنز اللي موجودة قدامك هتبقى هايبر أوزموتيك، يعني مين هيبقى الأوزمولاريتي بتاعته أعلى. قبل ما جاوب على هذا السؤال لازم يكون عندك بيزك انفورميشن. أوزمولاريتي يعتمد على عدد الديسوشييتد أيونز، كل ما يزيد التفكك إلى موليكولز أكتر كل ما الأوزمولاريتي تزيد. يعني مثلا أقول لك صوديوم كلورايد، تقول لي الـ NA والـ CL عندي اتنين أيونز اتفككوا أو اتحللوا. طب عايزك تختار بقى 1 ملي مول جلوكوز، تقول لي يا دكتور الجلوكوز ده أساسا undissociated ده ما بيتفككش، طيب يبقى اذا مش هيبقى هايبر اوزموتيك، ده واحد. انا عايز اوزمولاريتي اعلى، انا عايز اختار في الاختيارات دي حاجه بتتفكك لثلاثه، مش ال ان اي سي ال دول اتنين ديسوشيتد، ان اي بلس وسي ال نيجاتيف، جلوكوز لا. رجع في الاختيار الثاني ها ويلخبطك، يقول لك 1.5 ملي مول جلوكوز، تقول له ايه ده؟ ايا كان هو في النهاية جلوكوز، ايا كان تركيزه هو undissociated، يبقى ايه غلط وبي غلط. نبص على سي، كالسيوم كلورايد، ابتدي افكر السي اي ده لوحده والسي ال 2، طبعا هو كالسيوم داي فيلنت ولكن التو اتحطت الناحية دي، كأني بقول لك سي اي واتنين سي ال، ايه ده؟ ده بقوا تلاتة، ما دام بقوا تلاتة ديسوشيتد يبقى ده هايبر اوزموتيك مقارنة بالـ NaCl، يبقى الإجابة الصح سي، سي اي سي ال 2 كالسيوم كلورايد، دي ما اختارهاش لأنها سكروز undissociated. طيب 1 ملي مول بوتاسيوم كلورايد، طب ما هو كي سي ال هو زي ال NaCl، اتنين dissociated molecules K plus و Cl negative برضو ما اختارهاش. طيب سؤال 41، choose the correct statement about hemorrhage معناها انت بتفقد isotonic fluid، ايوه انا بفقد extracellular fluid ولكن تركيز الملح اللي انا بفقد فيه هو والمية متساوي، عادي يعني انت بتفقد ملح ومية قد بعض مفيش حاجة هتتغير. ليه؟ تعال نشوف الاختيارات، طالما الاوزمولاريتي اوف اكسترا سيلولار فلويد لم تتغير، اللي اتغير الحجم بس ما اتغيرتش، يبقى الانترا سيلولار فلويد هنشد منه مية؟ تقولي لا مش هنشد منه مية، فيفضل الفوليوم جوه السيل ثابت، يبقى لما اقول لك ديكريز تقول لي ايه؟ غلط، بي اكسترا سيلولار اوزمولاريتي انكريزس، هقول لك غلط ده ايزوتونيك لوس، الاوزمولاريتي ثابته. طيب اكسترا سيلولار فلويد فوليوم يزيد، تقول لي غلط انا فقدت حجم من الاكسترا سيلولار، الانتراسيلولار فلويد اوزمولاريتي داز نوت تشينج، هي دي الاجابه الصح. دايما بنحط اسئله كلينيكال ابلكيشن للطلبه، احنا عايزين نعرف الطالب ده فاهم اوزمولاريتي ولا لا، فحط لك مثال هيمورج، مثال سويتنج قلتها في احد الفيديوهات، فيديو ام سي كيو ابلايد فيسيولوجي، لازم ادي لك حاجه كلينيكال ابلكيشن لما نيجي نعرق ايه اللي يحصل؟ ايه اللي بيتغير؟ يا ترى الاوزمولاريتي اكسترا سيلولار ولا انترا سيلولار ولا الفوليوم بره السل ولا جوه السل؟ الكلام ده في غايه الاهميه. سؤال 42 ريجاردنج جيبز دونن افكت، فاكر جيبز دونن اللي قال لك البروتين لما يبقى موجود على ناحيه واحده، بروتين ده نون ديفيوزبل جوه السل،
هيعمل تغير في توزيع الايونات، لان البروتين النيجاتيف هيشد البوزيتيف ناحيته. قلنا قبل ما يحصل ايكوليبريم كان الكونسنتريشن اوف نيجاتيف وبوزيتيف ايون جوه السل لو ضربناهم في بعض يختلف تماما عن حاصل ضرب تركيز النيجاتيف والبوزيتيف اكسترا سيلر. لكن عملنا ايكوليبريم ولقينا ان الكونسنتريشن اوف نيجاتيف تايمز بوزيتيف جوه السل يساوي كونسنتريشن اوف نيجاتيف وبوزيتيف بره السل. عايز منك اكسبت وجود نون ديفيوزيبل ايون، قصده بيها البروتين، على ناحيه واحده من الممبرين افكت توزيع الديفيوزيبل ايون. بيعمل افكت في التوزيع طبعا. طيب السيلز مينتين نورمال فوليوم، اقف شوي دلوقتي، انا بروتين معناها ايه؟ هشد ميه ناحيتي، البروتين اللي جوه السيل بيشد ميه، اوزموتيك بريشر، عنده قوه كبيره في امتصاص الميه. طب كده السيل اللي فيها بروتين اتملت بميه زياده، ممكن السيل دي يحصل لها ربشه. ما تخافش، ربنا عامل جوه السيل صوديوم بوتاسيوم بامب، يعمل ايه؟ يخرج الصوديوم بزياداته لبره، وطالما الصوديوم خرج يشد الميه الزياده اللي جوه السيل لبره، فيحافظ على النورمال فوليوم. دي صح. خلي بالك انا حاطط في السؤال كلمه اكسبت، ما زلت ابحث عن الاجابه الغلط. سيمتريك ديستريبيوشن اوف اينز كرييت الكتريك ديفرنس اكروس ذا ميمبرين، اقول لك لا، اسيمتريك. طب ليه اسيمتريك؟ لان البروتين موجود جوه السيل وده شايل نيجاتيف تشارج اتراكت بوزيتيف تشارج من بره اليه، فعمل سوء توزيع في الشحنات الموجبه جوه وبره. خلي بالك من الحكايه دي. يبقى الاجابه كان المفروض اقول اسيمتريك، هو قال لي اكسبت هختار دي. طب دي ووتر اوزموزس انتو بلاد كرييتس فلويد ري ابزوربشن، هتقول لي طيب ايه علاقه ده بالجيب زدونا؟ ما هو في بلازما بروتين على الكابيلاري بورز، والبلازما بروتينز اعتبر الكابيلاري سايد اكس مثلا، وان التيشو سايد واي جانب واي. وجود البروتين عند الكابيلاري بور اللي هو الالبيومين ده نيجاتيف تشارج، فاتراكت مين؟ اتراكت البوزيتيف ناحيته اللي هو الصوديوم. الصوديوم يدخل جوه الكابيلاري، والصوديوم ملح، لما يدخل هيشد وراه ميه فيحصل اوزموزس. طبعا ده في غايه الأهمية، لازم نكون واخدين بالنا منه كويس قوي. طيب سؤال 43 ده مسألة، مين arterial pressure 90 مليمتر مركري، تمام، ومديلك المين pulmonary arterial pressure ومديلك cardiac output، هتقول لي طيب انت طالب ايه؟ فاكر أمزلو كان قايل ان الفلو يساوي دلتا بي على الار على ريزيستنس، بريشر جريدينت فرق الضغط على المقاوم. طيب انا عايزك تحسب الريزيستنس في السيستميك سيركيوليشن كام، تقول لي الريزيستنس هتساوي بالمعادله دي فرق الضغط الدلتا بي على الفلو. هتقول لي طب يعني ايه فرق الضغط؟ ببساطه سيستميك، انا بدات من الاورطه بمتوسط ضغط 90 وانتهيت عند الفينا كيفا والرايت اتريوم اللي هو زيرو. 90 ماينس زيرو الفرق كضغط 90 على الفلو. يعني ايه فلو؟ اللي داخل او اللي خارج من القلب. الفلو هو 5 لتر في الدقيقه. ده الكاردياك اوتبوت، معناها فوليوم اوف بلاد pumped by each ventricle per minute،
ما هو ده اللي هيتضخ للأورطة، تمام؟ طيب يبقى أنا عندي 90 على 5، يبقى الريزيستنس 18. حلو. طب أنا عايز الريزيستنس اللي في البالمونري سيركيوليشن، أنا مديلك البريشر أهو 15، طبعا ده متوسط ضغط الدم في البالمونري أرتري. زي ما السيستميك ليه بداية وليه نهاية، بالمونري نفس الكلام، بدايته بالمونري أرتري بريشر، نهايته ليفت اتريوم، النهاية ممكن برضو تبقى زيرو. 15 ماينس زيرو 15 على الفلو اللي هو الكاردياك اوت بوت اللي داخل فيه، 15 على 5 تساوي 3. حد ملاحظ حاجة؟ ان الريزيستنس في السيستميك 18 وفي البلمونري تساوي 3، يعني المقاومة في السيستميك 6 أضعاف المقاومة في البلمونري سيركوليشن، وده شيء طبيعي. بالمونري سيركيوليشن الرايت فنتريكل بيضخ الدم لللنج بس، دورة دموية قصيرة، أما السيستميك لا، ده أنت بتوزع لأول بادي تيشوز. طيب نيجي للسؤال 44، which of the following characteristics most similar in systemic and pulmonary circulation؟ انا عاوز يتشابهوا في ايه؟ بص بقى معايا، هل يتشابهوا في الفاسكولار ريزيستنس؟ فطالب هيقول لي طبعا لا، لسه انت قايل التفسير. يتشابهوا في الكاردياك اوت بوت ولا لا؟ كاردياك اوت بوت معناها 5 لتر دم هيضخهم الليفت فنتريكل للأورطة، هم الخمسة لتر دم اللي هيضخهم الرايت فنتريكل للبالمونري ارتري. يبقى اذا الفايف ليتر ايكوال، نتشابه في الكاردياك اوتبوت، على قد اللي داخل جوه القلب على قد اللي خارج منه. طب بريشر جريدينت؟ لا، احنا لسه قايلين 90 ماينس 0 سيستميك سيركيوليشن، بالمونري 15 ماينس 0. طب نتشابه بالبلد كفوليوم في اي وقت؟ اقول لك لا، البالمونري سيركيوليشن بيتميز انه بلد ريزيرفوار، هو مخزن للدم، انا مخزن، وطالما مخزن انا بقدر استوعب اكبر حجم ممكن، ده ممكن اوصل ل 1400 ملي مخزنه. يبقى كفوليوم لا، خلي بالك انا عندي كومبلاينس او اتساع اكتر. طيب مين ارتيريال بريشر؟ هل يتشابه في متوسط ضغط الدم؟ اقول لك برضو لا، لان متوسط الضغط في الاورطة كان 90 وفي البالمونري 15، فتبقى الاجابة الصح بالنسبة لنا هو كاردياك اوتبوت بي. نيجي للسؤال اللي بعده، as regard peripheral resistance، انا هنا هتكلم عن الريزيستنس، all of the following are true except، اذا ذكرت resistance فلابد ان انت تفتكر البوازييه لو. فاكر البوازييه قال لك ايه؟ resistance يتناسب دايركت مع اللينس، طول الفيسل، والفيسكوزيتي اوف ذا بلاد، ويتناسب عكسيا مع radius to the power 4. طيب مين الحاجه اللي هتتغير؟ هل اللينس ولا الفيسكوزيتي ولا الراديوس؟ طبعا الراديوس. يبقى ايه صح؟ the main determinant factor تغير في الدايامتر اوف ارتريول. اقول له صح، لما الارتريول يضيق الريزيستنس هتعلى، والعكس صحيح. اما اللينس والفيسكوزيتي دول ثابتين ما بيتغيروش، مش فاريبل بالنسبه لي. طيب فيسكوزيتي اوف بلاد يتناسب عكسيا مع الريزيستنس، تقول لي غلط، غلط، لان بوزي قال العكس. طيب it decreases in anemia
and hypoproteinemia. فكر معايا، لو عندي انيميا الريد بلاد سيلز عندي هتقل، وبالتالي الفيسكوزيتي هتقل، احتكاك كرات الدم الحمراء ببعض بيقل، فالمقاومه هتقل. هتقول لي طيب ده كلام سهل جدا. طيب بص بقى، زياده اللينس اوف الفيسلز از ان سيستميك سيركيوليشن increases peripheral resistance، يعني كل ما اللينس بيزيد الريزيستنس بتزيد. تقول لي طبعا ايوه، وده تبعا لبوازييلو، ده تبعا الى بوازييلو، ده النقط الاساسيه اللي انا عايزك تكون واخد بالك منها. يبقى اكسبت مين؟ اكسبت بي. هنا القانون انا بفكرك بيه، خلي بالك radius to the power 4، لان ده هنحط عليها مساله دلوقتي. when radius of vessels يزيد الضعف، تتوقع المقاومه تقل كام؟ انا بقول لك radius to the power 4، يعني لو زاد الراديوس مرتين 2 to the power 4 يعني 16 مره، الريزيستنس تقل 16. اللي بيلخبط الطلبه انه ما يقولش 2 to the power 4، لا 2 times 4، لا خلي بالك انا ما قلتش ده. السؤال اللي بعده، قبل ما نقول السؤال اللي بعده عايز افكرك برينولدز نمبر. رينولدز نمبر هو اللي ميز بين لامينر اند تيربلنت فلو. يا ترى فلو ده ماشي في خطوط مستقيمه فيسل واسع، ولا ماشي في فيسل ضيق ففي فريكشن واحتكاك بين جزيئات الدم وبعضها وبيحصل ايدي كارنت او دوامات؟ فقبل ما نقول الاسئله هفكرك برينولد نمبر. رينولد نمبر قال انا بدرس العلاقه ما بين كاينتيك انرجي وبوتنشال انرجي للفلويد. هتقول لي الكلام ده ما اتقالش في مراجع كبيره كتيرة، ولكن هو ما وراء الكلام. ليه؟ لو جيت بصيت على المقام عندي اللي هو الفيسكوزيتي، هتلاقي فيسكوزيتي معناها بوتنشال انرجي، هناك ثبات زي طاقة الوضع، حاجة ستاتيك ففي فيسكوزيتي. طب انا عايز اتغلب على الفيسكوزيتي ده، يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ سرعة فيلوسيتي و ديامتر of the vessel و density of the blood. فكل ما يزيد كثافة الدم والديامتر of the vessel والسرعة هنتغلب على التربلنس اللي موجود. يعني قلت لك vessel ضيق، vessel ضيق او خرطوم ضيق، اتغلب عليه بايه؟ بسرعة اعلى، velocity اعلى. علشان كده كل ما يزيد الفيلوسيتي هيزيد لمواجهة زيادة التربلنت هو والديامتر والدنسيتي، والعكس لما تزيد الفيسكوزيتي او اللزوجة ده معناه ان رينولد نمبر هيقل. من خلال القانون ده هنحط اسئلة ام سي كيو كتيرة. برضو عايزك تعرف امثلة للتربلنت فلو. تربلنت معناها حاجة ضيقة، تقول لي طيب ممكن يبقى المثال اهو كروتوكوف ساوند، وانا بقيس ضغط الدم في اصوات بسمعها بالسماعة. الاصوات دي اكتشفها واحد اسمه كروتوكوف، ولما سألناه سمعت الاصوات دي ازاي قال لي اني الفيسل ضيق، بريكيال ارتري بيبقى ضيق بضغط الهواء في الرابر باج عليه، باجي بالبامب المضخة اللي في ايدي اللي بستخدمها وانا بقيس الضغط، فيها فالف او صمام افتحه بالراحة، فضغط الهواء اللي على الارتري بيقل شوية، فالفيسل اللي كان مقفول على الاخر يفتح حاجة بسيطة، يدخل بلاد فلو بفوليوم اقل، يخبط في الوول في اول خبطة تديني صوت. ايوه الصوت مش قوي
لان الدم اللي داخل مازال قليل، افتح الصمام اكتر، فضغط الهواء على الرابر باج يقل كمان، اللي في الرابر باج يقل على البريكيال ارتري، فالفيسل يوسع شويه زياده، وبالتالي هيدخل دم اكتر يخبط على الوول يمين وشمال، ففي تدرج في الاصوات. كل ما الفيسل يبقى ضيق ده معناه ايه؟ تيربلنت فلو. والتيربلنت فلو مين اللي يحددها؟ رينولد نمبر، فيلوسيتي، دنسيتي اند دايامتر. نفس الكلام لو في فالف ضيق، كاردياك فالف ضيق، ستينوزس، او في مشكله في الصمام بيفوت وما بيقفلش، فقط كفاءته انكومبتنس، هسمع ميرمر نتيجه تيربلنت فلو، او قد يكون فيسل ضيق اسرو سكليروزس، تصلب شرايين، كوليسترول بيتجمع في الوول اوف ذا فيسل فوق وتحت فمضيق اليومن. نفس الكلام اسمع صوت اسمه بروي، التي سايلنت ما بتتنطقش. دول امثله للتربلنت، ومعاهم كمان نقطه الرابعه كملاحظه مهمه في حاله الانيميا. هنسمع ليه تربلنت فلو؟ فاكر سؤال الام سي كيو اللي فات؟ في الانيميا بيقل عدد الريد سيلز فبيقل الفيسكوزيتي، وطالما الفيسكوزيتي قلت يبقى الرينولد نمبر اعلى، المقام قل، الدومينيتور يزيد، الرينولد يزيد التربلنت فلو. طيب دي التيارات بتاعتنا، شايف ده اللامينر فلو، خطوط مستقيمه بارلل لان الفيسل واسع. بص هنا دي دوامات الايدي كارنت، بالنسبه لي لازم نكون عارفين اهو تربلنت ده اللي بيتسمع، لامينر ما بيتسمعش. تخيل طلبة واقفة طابور موازين لبعض والقاعة واسعة، كل طابور دخل ولا حسنا بيه، امتى بنحس بالناس؟ ناس داخلة من باب موارب، باب ضيق، هو ده التربلنت فلو. علشان كده لو حطيت السماعة على البريكيال ارتري من غير ما نقيس ضغط الدم عادي كده مش هنسمع صوت، الدم ماشي في خطوط متوازية ومستقيمة. طبعا كلمة ميرمر معناها صوت مش طبيعي نتيجة لمشكلة في الصمام، سببه الأساسي تيربلنت فلو. طب تعالى بقى للأسئلة، سؤال 47، What is the characteristic of turbulent flow؟ إيه اللي يميز التيربلنت فلو ده؟ هل هاي فيلوسيتي؟ تقول لي اه، كل ما تزيد السرعه التربلنت يزيد. طب لو فيلوسيتي؟ اقول لك لا، لو فيلوسيتي لا. طيب دايركشن اوف ذا فلو والموفمنت اوف بارتيكل از ذا سيم، يعني الدايركشن اللي انت لسه شايفه بين اللامينر والتربلنت واحد؟ تقول لي لا، لامينر ده بارلل والتربلنت ماشي ايدي كارنت دوامات. تشينجز ان كروس سكشن ما بيأثرش على الفلو؟ لا يؤثر. يعني ايه changes in cross section؟ تضيق الحاجة أو توسعها. فاكر لما قلت لما الديامتر يزيد يزيد الرينولد، يبقى أنت لما بتوسع هيزيد الرينولد، لما أضيق هيقل الرينولد، يبقى التغير في المساحة المقطعية هتفرق معانا. parallel to the vessel wall اقول لك غلط، لان البارلل هو اللامينر فلو، تبقى الاجابه الصح هاي فيلوسيتي، وده القانون بتاعنا. طيب نيجي للمساله الثانيه، سؤال ثاني، which of the following is incorrect about turbulent flow؟ ايه الحاجه الانكوركت؟ turbulent flow is noisy ولا اللامينر is not turbulent؟ تختار ايه؟ ولا التربلنت اقل efficient تمام من اللامينر؟ على فكرة الاجابة الصح
هتكون E Reynolds number طبعا قصدي دي آسف most of the flow in the cardiovascular is turbulent. دي الإجابة الصح ليه؟ لأنه عايز incorrect، عايز الإجابة الغلط. هو معظم الفلو في الكارديوفاسكولار سيستم مش تربلنت، معظمه لامينر، بس أنا عايز الإجابة الغلط. طيب ليه الباقيين صح؟ التربلنت نويزي لأنه هو دوامات، لامينر is not turbulent، ده باين من اسمه ومن شكله طبقات مستقيمة. تربلنت فلو أقل كفاءة من اللامينر لأن اللامينر يمثل معظم الفلو. رينولد نمبر يستخدم to predict turbulence. طيب دي correct. هو بيميز ما بين اللامينر وتربلنت فلو من خلال أرقام. تمام. رينولد نمبر for a laminar flow هنا بقى اتحسبت لقوها أقل من 2000. إجابة الصح هتكون C، أقل من 2000 هو ده الرينولد نمبر فور لامينر. أكتر من 3000 تيربلنت، من 2000 إلى 3000 مرحلة انتقالية ترانزيشنال زون. السؤال 50، رينولد نمبر يمثل، هتقول لي السؤال ده احنا قلناه تيربلنس، طب انت ليه حطيت السؤال ده؟ عشان انت تميز بقى سرعة الدم مين اللي حددها؟ في معادلة السرعة ليها علاقة بالكروس سكشنال اريا، تتناسب عكسيا مع الكروس سكشنال اريا، ده مش رينولد. ريزيستنس اوف بلاد فلو ده بوازييه لو، برضو لا. فوليوم اوف بلاد فلو برضو لا، ده امزلو. فانا حطيت لك حاجات مختلفة ليها علاقة بقوانين أخرى. 51، امتى أقول إن في تيربلنت؟ لو الرقم إكسيد 3000، يعني الرقم يعدي 3000 اضرب السرعة في الديامتر في الدنستي على الفيسكوزيتي، لو طلعت أكتر من 3000 تيربلنت فلو. سؤال 52، أثناء قياس ضغط الدم، وده شرحناه، أصوات الكروتوكوف produced by إيه؟ نمشي واحدة واحدة. closing of semi-lunar valve، تقول لي هو ملوش علاقة أساسا بالصمام اللي جوه القلب. semi-lunar يعني شبه الهلال اللي هو الأورتيك فالف والبالمونري فالف، لا ده ملوش علاقة، ده لو بتكلم بقى على مرمر. لا. closing of atrioventricular valve برضو لا. turbulent flow of blood through an artery هي دي الإجابة الصح، لأنه البريكيال artery كان ضيق وكان مضغوط عليه بضغط الهواء في الرابر باج، ثم اتفتح gradual، دخل دم قليل خبط فتحنا أكتر، وسع الفيسل اكتر، دخل دم اكتر، الصوت بيعلى. يبقى الاجابة الصح سي. elastic recoil of the aorta ده ما يعمل ليش صوت كروتوكوف خالص، انا بتكلم على قياس ضغط الدم indirect في البريكيال artery. turbulent flow of blood in the ventricle، ارجع تاني واقول لك كروتوكوف ملوش علاقة بفنتريكل أو أورطة أو فالف، ده ليه علاقة بأرتري نفسه أثناء بلاد بريشر ميجرمنت. فالإجابة الصح هي سي. سؤال 53، The carotid بروي فاكر was most likely caused by، نفكر بقى بروي ده هو أحد أمثلة التربلنت فلو، ده أنا بفكر كده ولقيت حاطت لي في الاختيارات الرينولد نمبر بالحاجات اللي يعتمد عليها، قال لك هاي فيلوسيتي اوف بلاد ويزن كاروتيد ارتري، أقول له صح، لأن الفيلوسيتي لما يعلى
رينولد نمبر هيعلى فيزيد التربلنس اللي انت يا برويه احد امثلته. طب زيادة الفيسكوزيتي غلط، تناسب عكسي مع رينولد نمبر. نقص الديامتر اوف كاروتيد ارتري برضو غلط، لان المفروض الديامتر يزيد ما يقلش عشان التربلنس تزيد عشان اسمع برويه. طيب زيادة الهيماتوكريت غلط، هيماتوكريت زاد معناها الريد سيل فوليوم زادت كنسبة، معناه ان الفيسكوزيتي هتزيد، فبالعكس هيقل الرينولد نمبر فيقل التربلنس فما اسمعش بروي. يعني بص بي ودي زي بعض والاتنين غلط. طب لينسنينج اوف ذا كاروتيد ارتري، بص بقى السؤال ده الاختيار ده فيه ذكاء قوي، لان لما بيزيد اللينس تبعا لبوازيله هيزيد الريزيستنس، ولما تزيد الريزيستنس ده بالعكس هيقلل الرينولد نمبر. خلي بالك، ما يعني ايه تزيد الريزيستنس؟ يعني الديامتر قل، يعني اذا ايه ليه علاقه بسي؟ بص والاتنين غلط، وبي ليه علاقه بدي، دي طريقه التفكير، يبقى الاجابه الصح ايه؟ طبعا. تمام. سؤال 54 على البروي بس بطريقه تانية. The arterial بروي due to turbulent blood flow most likely caused by low velocity. تقول لي لا ما ينفعش، السرعه قلت يبقى رينولد نمبر قل، مش هسمع بروي. زياده فيسكوزيتي لا، برضو تناسب عكسي. لينسنينج اوف ارتري وانكريز ان ار بي سيز نمبر احنا قايلينها. بص ايه اللي اتغير بقى المره دي؟ وايدنينج اوف ذا ارتري اللي هو الانيوريزم. ساعات تتولد بعيب خلقي كونجينيتال، انتفاخ في الوول اوف ذا ارتري. طب ما الانتفاخ زود الديامتر، والديامتر لما زاد زاد الرينولد، فالاجابه الصح طبعا ايه؟ اخر اختيار عندنا. سؤال 55. One of the following vessels have the highest compliance. مين اكتر اتساع؟ قبل ما اقول الاجابة عايز افكرك، compliance معناها ايه؟ املى بفوليوم كبير باقل ضغط ممكن. الفين هو اللي عنده الميزة دي، يزيد الدلتا فوليوم ولكن الدلتا بريشر تقل، يبقى الإجابة الصح فينز. ده فيها 54% من الدم في السيركوليشن. والدليل على كده لما نيجي نسحب عينة الدم نسحبها من الفين غالبا، وأقول لك رقم يأكد كلامي، لو سحبت 200 ملي دم من الفين ضغطك يقل فقط 1 ملليمتر مركري، لكن لو سحبت من الارتري سنتي واحد ضغطك يقل 1 ملليمتر مركري، يعني 1 by 1. طب الارتريز ايه ميزتها؟ إلاستيك ريكويل، الارتري عندها القدرة انها تعصر نفسها توزع الدم زي الاورطة. كابيلاري ميستو اكسيتشينج، ارتريول ميستو ايه؟ ان في سموس مصل في الجدار بتاعه يقدر يعمل كونتراكشن او ريلاكسيشن. الارتريول هو محبس الفيسلز. الارتريول لما تضيق البلاد فلو اللي رايح للكابيلاري يقل، والعكس صحيح لو وسعت. عشان كده ميزه الارتريولز ريزيستنت فيسلز. لما دايما نتكلم عن الريزيستنس تبعا لبوازيلو احنا قصدنا ارتريول. طيب سؤال 56، velocity of blood flow سرعة الدم هل اعلى في الكابيلاري عن الاورطة؟ تقول لي لا، سرعة الدم في الكابيلاري اساسا قليلة. ليه؟ لان هي الكروس سكشنال اريا
بتاعتها كبيره. تعال نجمع مجموعه مساحات الكابيلاريز في جسمنا، كل ما تزود الكروس سكشنال اريا او المساحه المقطعيه سي اس اي هيقل سرعه الدم، وده بيساعدنا فور اكستشينج كابيلاري، تدي للتيشو اكسجين تاخد منه كربون دايوكسيد. طيب السرعه اعلى في الكابيلاري بسبب لارج كروس سكشنال اريا، غلط، كان المفروض يقول سرعه اقل في الكابيلاري، دي غلط. السرعه قليله في الكابيلاري بسبب التون ان ذا بري كابيلاري اسفنكتر. هل الكلام ده ينفع؟ تقول لي ملهاش علاقه. يعني ايه؟ البري كابيلاري في محبس بين الارتريول والكابيلاري، المحبس ده ما بيتحكمش في السرعه، بيتحكم في الفوليوم اوف بلاد اللي هو الكيو، معامل التدفق الكوشنت. طيب الفيلوسيتي قليله في الكابيلاري بسبب لارج كروس سكشنال اريا، دي هي الاجابه الصح. سؤال 57 مجرد تعريف. Pressure at which flow stops is called. انا عايز الضغط اللي لو قلنا عنده الفلو يقف، اسمها critical closing pressure. خلي بالك critical closing معناها الحرج. كل اورجان في جسمنا ليه حد ادنى من الضغط. هتقول لي طب ايه علاقه الضغط بالفلو؟ ارجع لأومز لو. فلو يساوي دلتا بي على ار، يبقى اذا كل ما يزيد الدلتا بي هيزيد الفلو. طيب جيبز دونان ده ملوش علاقه بالكلام ده اصلا. جيبز دونان ده بيتكلم على بروتين موجود على ناحيه ويعمل اسيمتريك ديستريبيوشن اوف ايونز والكتريك ديفرنس. برنولي برنسبل هو ده اللي هنقوله دلوقتي. برنولي ده قال، هو جاب تلات انابيب متصله ببعض، قال لو انا جبت التيوب اللي في النص دول وعملت فيها كونستريكشن خنقتها، وعايز اشوف الفلو يتحرك من خلالها ازاي. شيء طبيعي حاجه ضيقه لازم يزيد طاقه الحركه بتاعتنا، الكاينتيك تزيد تو اوفر كم ريزيستنس، فيتحول السائل من بوتنشال او ستاتيك انرجي الى حركه لمقاومه الريزيستنس. فهو قال ايه برنولي؟ قال ان احنا عندنا نوعين من الانرجي، طاقه ثابته بوتنشال وطاقه حركه كاينتيك. الاثنين هيتحولوا ازاي؟ البوتنشال يقل فالكاينتيك يزيد، العكس لو البوتنشال زاد معناه ان في ثبات يبقى الحركه اقل. ولو جمعت التو انرجيز مع بعض بوتنشال زائد كاينتيك ايكوال كونستانت، وده قانون حفظ الطاقه. تمام، فبرنولي قال انا عايز الاجابه الغلط. الديسكرايب ذا ريليشن بتوين بوتنشال وكاينتيك انرجي اوف فلو، اقول له صح. تمثل انتر كونفرجن، انتر يعني التحول الداخلي لكل نوع من الطاقه، ايوه البوتنشال يبقى كاينتيك والكاينتيك يبقى بوتنشال. وادي لك مثال على كده، الاورطه. الاورطه طول ما هي بتستقبل دم من الليفت فنتريكل، الدم ده ثابت فيها، في طاقه ثابته في الوول بوتنشال. اتقفل الاورتيك فالف والفنتريكل هيملى، هيضطر الاورطه يعصر نفسه بالالاستيك فايبرز اللي عنده، الالياف المرنه دي، علشان يحول البوتنشال اللي جواه الى حركه، الى كاينتيك. انا هوزع لكل الفيسلز اللي في الجسم، فده انتر كونفرجن اوف انرجي. فلويد فلوز اكوردنج تو بريشر جريدينت، دي الغلط. ليه؟ تقول لي طب ما دي معلومه صح، ولكن المعلومه دي صح لو انا حطيت في راس السؤال أومز لو، انا حطيت كلمه برنولي برنسبل. الخواجه برنولي
ما كانش في دماغه اساسا اومز، ده بيتكلم على انرجي وانتر كونفرجن. كونفرجن اوف بوتنشال انتو كاينيتك از ذا فيسل از نارود. اقول لك اه، الفيسل لما بيضيق بيبقى عامل زي خرطوم الميه. خرطوم الميه لما بتضيقه انت بتزود من سرعه الاندفاع. تقول لي يعني ايه؟ يعني انا لما بضيق الفيسل انا عايز ازود الكاينيتك انرجي تو اوفركم الريزيستنس، وده شيء طبيعي عشان كده يتحول البوتنشال الى كاينيتك. طيب برضو في البرنولي برينسيبل، بس انا عايزك تركز هنا على نقطتين. فيلوسيتي اوف فلو يزيد في الانيوريزم ولا في الاستروسكليروزس؟ انيوريزم احنا اتفقنا انتفاخ غير طبيعي في الوول اوف ذا فيسل، عيب خلقي انا مولود كده. يا ترى لما يكون فيسل واسع سرعه فيه تعلى ولا السرعه تعلى في فيسل ضيق؟ تقول لي هتعلى في الاستروسكليروزس لان الكوليسترول متجمع في الوول فوق وتحت فضيقنا اليومن، فلازم الكاينيتك انرجي تزيد للتغلب على المقاومه. هو طالب مني في السؤال اكسبت ما عدا السرعه تزيد في الانيوريزم. ليه؟ في الانيوريزم هيزيد البوتنشال انرجي، يبقى الكاينيتك يقل عشان لما نجمع الاثنين مع بعض يبقى ثابت، وطالما الكاينيتك قل يبقى السرعه قلت. شوف طريقه التفكير مهمه جدا. نيجي بعد كده بقى للابلاس لو، اخر جزء في فيديو النهارده في المقدمه. عايزك تفتكر اللابلاس اتكلم على ثلاث قوانين، اتكلم عن الالفيولاي بالونات اللي جوه الرئه، اتكلم عن الكابيلاريز قانون تاني، دايليتد هارت قانون تالت. افكرك البالونه بتاعتنا مش عايزه تقفل، في قوتين عايزين يقفلوا البالونه، قوة اسمها إلاستيسيتي. البالونة عاملة زي الأستك عايزة تكش، يبقى دي قوة الأولى. وفي قوة تانية اسمها سيرفس تنشن، شرحتها مع فيديو النظري. الألفيولاي متبطنة في الوول بطبقة مية، طبقة المية دي قوة جذب جزيئاتها 10 أضعاف قوة جذب جزيئات الهواء اللي في السنتر of the alveoli. لو انت سبت قوتين قصاد بعض الووتر مولكيولز 10 أضعاف الاتراكتف فورس عن الهواء، هو بالتالي ستتخلل جزيئات المية الهواء والرئة تغرق بمية. سمينا القوتين دول تنشن او تي، وقلت لك ان الديستندنج بريشر البي ده هو الضغط في مركز الألفيولاي يساوي ضعف القوة اللي عايزة تصغر الرئة. ما هو الرئة هتصغر ليه؟ هتتملي مية، مساحة الباقية للهواء هتقل، فالألفيولاي كولابس تكش. طيب يبقى البي يساوي 2T على R، وقلت لك في النظري السمول ألفيولاي عليها تنشن صغير تتحمله، والالفيولاي الكبيره البالونه الكبيره عليها تنشن عالي تتحمله. طيب وقلنا اهو السمول الفيولاي تند تو كولابس ليه؟ ودي ليها تفسير، لان لما بتقلل الراديوس شيء طبيعي البريشر هيزيد، ده مهم جدا وممكن تتقفل، ده مهم عشان كده الكولابس ده بنحميه بنمنعه، قصدي بالسيرفكتنت. انا عايز اضعف قوة جذب الووتر موليكولز في اللايننج اوف ذا الفيولاي. ربنا حط طبقة زيت اسمها سيرفكتنت، والطبقة دي هتضعف السيرفس تنشن، ده مهم جدا. طيب ده القانون الاولاني ان ذا لانج. تعال بقى معايا الى الابليكيشنز. الراديوس اوف ذا الفيولاي صغير اثناء
الاكسبايريشن، واحنا بنخرج الهواء الالفيولاي بتعصر نفسها عشان تعلي الضغط جواها اكتر من الاتموسفير، فالهواء يخرج في اثناء كده انت معرض ان انت تقفل. تبعا لقانون لابلاس الراديوس، كل ما يقل كل ما الضغط هيزيد. طيب فالكولابس ده بنمنعه برضو بسرفكت. طب نيجي بقى للقانون التاني اللي موجود عندنا في الكابيلاريز. لو انا عندي سين وول فيسلز، خلي بالك الكابيلاري بتتعرض لضغط خارجي عالي جدا في اللور ليمب، وانت واقف الضغط في اللور ليمب عالي، كلنا عارفين ده بالجرافيتي. طيب الضغط العالي الخارجي بسميه تنشن او تي، الكابيلاريز جواها بريشر عايز يزيد لمواجهة زيادة التنشن، فالعلاقة دايركت. طب انا ككابيلاري عشان اعلي الضغط فيا لازم من الاول اكون مليان ببلد فوليوم كويس، يبقى الاول ايه اللي بيحصل؟ يزيد الراديوس نص قطر ثم يزيد البريشر لمواجهة زيادة التنشن، او نقولها بشكل تاني البي يساوي تي على ار. يعني ده استنتاج القانون ده، ده في غاية الاهمية. خلي بالك الكابيلاريز سين وول، فمش هتكلم على السكنس اساسا هنتجاهله. اهو بص معايا الفرق لو كان سيلندريكال فيسل اسطوانة او كانت كورة، الكرة دي زي الالفيولاي. طيب ده اللابلاس لو اهي تي يساوي بي تايمز الار. طب نيجي بقى الابليكيشن تاني بقى، بص بقى الكابيلاريز عندها سمول راديوس يبقى عليها سمول تنشن، دونت رابشر ايزلي ما بتفرقعش بسهوله لان التنشن اللي عليها قليل، واذا زاد في اللور ليمب هيزيد الراديوس عشان يزيد البريشر. في معلومة عايزين نبروزها للام سي كيو لكل الطلبة، كابيلاريز عندها سمول راديوس عليها سمول تنشن، اما الاورطة العكس عندها بيج راديوس، راديوس كبير فعندها تنشن كبير. اهي دي برضو اهي دي الاورطة اهي جريتر راديوس ف هاير تنشن. كل اللي احنا بنوروزه النهاردة بيجي ام سي كيو. طيب ابليكيشن كمان بس المرة دي بقى دايليتد هارت. فاكر لما قلتلك لو الاورطة ضغطها عالي من البداية اعلى من الليفت فنتركل، اورطة ضيقة او في اورتك ستينوزس، عندك عيب في القصة دي. طب ضغط الاورطة العالي يمثل قوة خارجية يمثل تنشن. طب ازاي الليفت فنتريكل يضخ الدم وهو ضغطه اقل من الاورطة؟ انا بتكلم عن الابنورمال، لازم الفنتريكل يملى كتير يبقى الراديوس يزيد، وبعد ما يملى يقفل الاتريو فنتريكولار فالف فاللي اتملاه يتحبس جواه فيزيد البريشر على الوول. تمام، عشان كده بنقول في الدايليتد هارت التنشن بيزيد لان انت بتستهلك اكسجين كتير، ما هو الراديوس زاد فزاد التنشن، النتيجة استهلاكك لاكسجين كتير. عشان كده هنصل الى قناعة القلب الدايليتد قوي زيادة عن اللزوم الهارت فيلير هيستهلك اكسجين اكتر من النورمال هارت. في النورمال هارت التنشن مش عالي، عادي، اما هنا الوضع اختلف، وده النتيجة اللي انا قلتها dilated heart exert more work than the normal heart. ركز في كل جملة انا بقولها دلوقتي لان عليها MCQ. طيب لابلاس بيشرح العلاقة ما بين الديستندنج بريشر اند تنشن زي ما جيت قلت
في الالفيولاي، ده مهم اهي، ده مهم وبيشرحه في الهارت. خلي بالك بقى ايه الفرق بين قانون لابلاس في الهارت وقانونه في الكابيلاريز. في الكابيلاريز تنشن يساوي بي تايمز ار، بص وسكتنا هنا، قلنا على دبليو وول سيكنس. في النظري قلت لك كل ما يزيد الوول سيكنس لجوه انت هتزنق الدم في مساحة اقل. مش انا عندي دايليتد هارت، هارت عمال يملى يملى يملى، انا عايز الملي ده ما يتوزعش في مساحة كبيرة، انا عايز اضيق السبيس بتاعه، عايز اعلي الضغط جوه اوضة الفنتركل للتغلب على ضغط الاورطة العالي قصادي. ما هي دي الفكرة، عشان كده السيكنس زاد لجوه. لما زاد لجوه عمل ايه في الراديوس؟ قلله، بدل ما نص القطر كبير اتساع بالعرض انا قللت الاتساع، وطالما الار قلت يبقى التنشن قل، لان العلاقة طردية. عشان كده ما نستغربش ان الوول سيكنس يتناسب عكسيا مع التنشن، لانه تناسب عكسيا اولا مع الراديوس، والراديوس طردي مع التنشن يبقى عكسي مع التنشن. بص زي ما علمونا زمان في المدرسه، سينس ذيرفور، سينس وول سيكنس از انفيرسلي بروبورشنال ويز راديوس، اند راديوس از دايركت بروبورشنال ويز تنشن. بص على المعادله، يبقى الوول سيكنس انفيرسلي بروبورشنال ويز التنشن. طيب نيجي بقى لاخر اسئله عندنا على لابلاس لو. اول اباوت لابلاس ار كوركت اكسبت، بيشرح العلاقه بين ديستندنج بريشر وتنشن. كل القوانين تي اند بي، قانون الاولاني بتاع اللنج او كابيلاري او الهارت، كله كده بقى صح. كابيلاري دونت رابشر ايزلي، ان السمول راديوس induce small tension، صح، تابعا للقانون الثاني بتاع الكابيلاري. اورتا هاز هاي تنشن بيكوز اوف جريت راديوس، طب ما هو ده قلناه في الابلكيشن على القانون الثاني تي ايكوال بي تايمز ار. ان دايليتد هارت راديوس از انكريست، سو ماسل ديفلوب ليس تنشن، يبقى دي الإجابة الغلط، هو ده الإكسب. لما الراديوس يزيد ده معناه إن التنشن هيزيد، وبالتالي هبذل مجهود أكبر لأن أنا هستهلك أكسجين أكتر. السؤال 61 هنا، يا إما أجيب لك لابلاس بصفة عامة وهتشوفوا معايا السؤال ده بمجموعة قوانين وتختار، يا إما حدد لك فرأس السؤال أنا عاوز إيه. لابلاس ستيتس ذات إن دايليتد فنتريكلز ذا لو ويل بي، بص دايليتد فنتريكلز، طالب الشاطر يقول لي أول اختيار ده غلط تماما، لأن المفروض التنشن يساوي بريشر تايمز راديوس، وطبعا يا دكتور ده في الكابيلاري أساسا ما عندناش حاجة كده. طيب اختيار التاني هو صح، بس يتقال على اللنج الالفيولاي، وهو طالب مني دايليتد هارت فنتركل، يبقى ده غلط. الاختيار سي ده صح بس على الكابيلاريز، وهو مش طالبها. الاختيار دي هو الصح. طالب هيسأل يقول لي طيب احنا قلنا بي تايمز ار على دبليو، ايه اتش دي؟ ما هو اتش دي اول حرف من كلمة هايت، هايت اللي هو الارتفاع اللي هو السيكنس، يا اما نقول دبليو وول سيكنس، يا اما نقول اتش او هايت، عمرنا ما نقول تي، لان تي احنا اديناك اختصار لكلمة تنشن، ودايما في القوانين تدي الرمز مرة واحدة، يعني ما ينفعش اقول تي 1 وتي 2 تتلخبط. طيب نيجي للسؤال 62، ده اللي انا قصدي عليه، سؤال بصفه عامه لابلاس لو. هتقولي طب انا اقدر ازاي اقول هو قصده على ايه؟ تعال نبص.
بريشر تنشن تايمز راديوس. عندنا كده تقول لي لا، المفروض ان تي بي في ار، يعني دي سي هي الصح، بي غلط. عمرنا قلنا ان الراديوس بريشر في تنشن، ده غلط. طيب عمرنا قلنا ان التنشن علاقته عكسيه مع راديوس تو ذا باور 4؟ لا، ده احنا قلنا العلاقه بين ريزيستنس ار كابيتال وراديوس تو ذا باور 4، يبقى دي غلط. الدلتا بي يساوي فلو تايمز ار، هي صح، ده بس ده اومز لو، يعني وهو قايل لي لابلاس، يعني دي صح كاومز لو، بس مش هختارها. يبقى الاجابه الصح هي مين؟ هي سي. السؤال بتاعنا رقم 63، تبعا للابلاس لو، اختار الاجابه الصح. انا هبتدي الاول بي وسي ودي، وبعد كده هسيب ايه واي للاخر. دايليتد هارت اكزيرت ليس ورك عن النورمال، تقول لي غلط تماما واحنا شرحناه. الوول تنشن في الاورطه اقل من الكابيلاريز، تقول لي غلط، تنشن في الاورطه اعلى. كابيلاريز هاف فيري سمول راديوس، اللي بيسبب هاي تنشن، تقول لي لا، راديوس يقل تنشن يقل، تبعا لقانون لابلاس تي ايكوال بي تايمز ار. طب تعالى ليه بقى سبت A و E مع بعض في الآخر؟ لأن هو بيتكلموا في نفس الفكرة. Small alveoli عندها low tendency to collapse ولا high tendency to collapse؟ كل ما الالفيولاي تصغر كل ما الكولابس يكون أعلى، وشرحناها مع الإكسبيريشن، قلناها الكلام ده، عشان كده أنا هختار الإجابة الصح E وليس ايه. هنا بقى دي اللخبطه. شوف احيانا القانون بتاع لابلاس بيبقى قانون عام، يعني اجيب لك اختيارات في كل تطبيق، جمله على الكابيلاري، جمله اورطه، جمله الفيولاي، جمله دايليتد هارت، بخمس اختيارات تابعه للنظام الجديد وانت تطبق. سؤال 64، according to Laplace law tension in the left ventricle increases if. طالب الشاطر بقى يكتب المعادله دلوقتي، يقول لي tension يساوي pressure times radius على wall thickness. البريشر يقل، اقول لك غلط. الراديوس يقل، اقول لك غلط. ventricular wall thickness يقل فالتنشن يزيد، دي صح. فنتريكل راديوس يزيد فالتنشن يزيد، صح. يعني سي ودي صح، يبقى الإجابة اي بوس سي اند دي. شفت الفكرة؟ وادي القانون اهو، لما الار تزيد التنشن يزيد، لما الول سيكنس اهي وول سيكنس عندك تقل التنشن يزيد. فهو هنا ده الكلام اللي قاله، بص الراديوس زاد اهو ماشيه مع القانون، السيكنس قل، يبقى